بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع الإعدادي، مرحبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي Lesson 2 of Unit 6، الدرس الثاني من اليونت السادس اللي هو عنوانه Have a Good Night. أعزائي، مثل ما تشوفون أمامكم هذا الدرس يحتوي على قطعة الكتاب. طبعا هذا اليونت فيه قطعتين من قطع الكتاب، هذا القطعة الأولى اللي هي A Good Night Sleep، يعني نوم ليلة هانئة، وكذلك هذا يحتوي على موضوع قواعد مهم اللي هو ريبورتد سبيتش. ان شاء الله راح نتناولهم بالتفصيل كل هاي المواضيع. اول شيء مثل ما عودناكم بداية كل محاضرة عندنا الكلمات المهمة، هاي شوفوها امامكم، هاي المطلوب انه تنقلوها بالدفتر تحفظوهن، لا راح نحتاجهن بأسئلة القطعة. كذلك عندنا اعزائي هاي تصاريف الافعال، هاي شوفوها امامكم، قسم من الافعال القياسية، قسم افعال غير قياسيه، اغلب الافعال مر علينا سابقا فما عاد به مشكله، وقسم منهن لا يعني ممكن اول مره يمرن علينا، فالمطلوب منكم انه تقلون هذه الافعال بالدفتر وتحفظون معي. نجي نتناقش بالجرامر، نشرح لكم اياه اللي هي قواعد هذا الدرس اللي هو ريبورتد سبيتش، الكلام المنقول او عفوا غير المباشر، هنا يعني غير المباشر. خلنا نصحها. أوكي. الكلام غير المباشر. أعزائي، الكلام المنقول أو كلام غير مباشر يعني هو الكلام الذي ينقل من شخص إلى شخص آخر. يعني هناك ثلاثة أشخاص، شخص الذي قال الكلام، وشخص الذي نقل له الكلام، وشخص الذي قام بنفسه بنقل الكلام. إذن هنا خلينا نشوف هذه الأمثلة. أول شيء عندنا reported statement اللي هي الجملة الاعتيادية. خلينا نلاحظ الجملة الاعتيادية شلون نحولها من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر. أعزائي، أي جملة تشوفها بين علامات اقتباس إذن راح نستنتج إنه هذه جملة كلام مباشر، أوكي، أو كلام مباشر اللي هو يكون أعزائي شنو بين علامات اقتباس. لاحظ سارة I am hungry. I am hungry. Change غير the sentence into reported speech. يعني إذا جبنا كلمة report أو reported speech يعني نحولها إلى كلام غير مباشر. لاحظ سارة said، جبنا من عندنا كلمة said. said من وين كانت؟ هاي من نشوف كلمة reported speech نحضر من عندنا كلمة said أو كلمة told أو asked. إحنا راح نمر عليه نسأل بالتفصيل. أوكي، جبنا من عندنا كلمة ذات. طبعا بعض كتب الجرامر قواعد تقول انه اذا حذفنا ذات ما تأثر، ولكن انا اقول لكم انه بقوها الذات لانها مهمة. أوكي، قواعديا اذا انحفت ما تأثر، ولكن انه بالكلام مهمة ما تحذف. أوكي، الاي صارت شي، ليش؟ لانها مؤنث. الام صارت ووز، يعني من مضارع الى ماضي وتكملت الجملة. اذا شنو التغيير اللي صار؟ اولا جبنا كلمة said من عندنا، كلمة ذات هم جبناها، وحولنا الضمير وحولنا الفعل. خلينا ثلاث اشياء، نجيب فعل الكلام المباشر ويا كلمة ذات، ونحول الضمائر ونحول الافعال، راح نجيهن واحدة واحدة هسه. لاحظ المثال الاخر، حسن to John، يعني حسن جاي خاطب جون. I played tennis against my father. Against my father، هنا اجى المطلب انه reported speech، يعني نحول الجملة الى reported speech، كلام غير مباشر. لاحظ حسن told John، هسه تقول لي منين اجت told؟ هي احنا عندنا ثلاث افعال بالنسبة كلام مباشر وغير مباشر، يا اما said يا اما told يا اما ask. فاذا كانت الجملة الاصلية قبل يعني خارج علامات الاقتباس، اذا كان عندنا مفعول يعني اسمين فالاسم نستخدم told ونذكر الاسم الثاني. اما اذا كان عندي اسم واحد، اوكي، فلا ايش اسوي؟ اخلي said اوكي بدون الاسم الثاني. فهنا بما انه عندي اسمين خارج علامات الاقتباس فاستخدمت told اوكي وجبت الاسم الثاني ورا. قلنا الذات ضروريه هذه، مثل ما قلت لكم لاحظ التغيير اللي صار بالجمله. الاي صارت هي باعتبار حسن مذكر. played صارت had played تغير الزمن. tennis against then made غيرا. الماي هذا الضمير اوكي تغيرت الى his باعتبار حسن مذكر صارت his. هاي التغييرات اللي صارت. لاحظ تغيير، اولا جبنا من عندنا told او said حسب يعني حسب الكلمات اللي خارج علامات الاقتباس. اذا كان عندي اسم واحد استخدم said، عندي اسمين استخدم told. اوكي،
كذلك هاي الذات طبعا ضرورية وياهن أعزائي. قلنا تغيير بالضمائر وتغيير بمن؟ تغيير في زمن الجملة. زين نجي للجملة الثالثة. I will travel to Baghdad next week. سامر said. هنا لاحظ اختلاف عندنا النظام. أول شيء عندنا الخارج علامات الاقتباس، يعني المتكلم يعني قبل شنو؟ قبل علامات الاقتباس مثل هاي الجملتين. هنا هاي الجملة الثالثة لا، صار المتكلم شنو؟ بعد علامات الاقتباس، سواء كان قبلها أو بعدها ما تأثر. أوكي، قبلها أو بعدها ما تأثر. أكو عندنا علامات اقتباس وأكو عندنا اسم خارج علامات الاقتباس، سواء كان قبلها أو بعدها ما تأثر. لاحظ هنا المطلب make the sentence a reported speech. فأنت من تشوف كلمة reported speech معناها تحول إلى كلام غير مباشر بأي طريقة، يعني صار عندنا ثلاث طرق وهي نفس الفكرة. أعزائي لاحظ سامر اللي هو خارج علامة الاقتباس said that. ليش said؟ لأن ما عندنا أولا هي موجودة أساسا said، ثانيا ما عندي اسم ثاني حتى استخدم top. لو كان عندي اسم ثاني مثل هاي الجملة الثانية استخدمت top. أوكي نجي لهاي الجملة. سامر مذكر صح لو مو صح؟ خلينا هي الول صارت would. الترافل هي طبعا ما تتغير، ليش؟ غيرنا الود فما يصير تغير الترافل. تو باغداد نيكست ويك. اوكي، فاذا هذه الجمل الثلاثه راح نشرح الخطوات اللي سويناهن لهذه الجمل. لاحظ هذه الخطوات، طبعا هاي الخطوات نضع الاسم الموجود خارج علامات الاقتباس في البدايه، يعني هنا ما قلت لك انه قبل او بعد، المهم هو خارج علامات الاقتباس، سواء كان قبل علامات الاقتباس او بعد علامات الاقتباس. فأي اسم نلقاه خارج علامات الاقتباس أول اسم نخليه بالبداية، نضع بعده مباشرة كلمة said بدون مفعول به، يعني هاي الجملة اللي شفناها كلمة said ما يجي وراها مفعول به. ولكن إذا كان عندي كلمة told مثل هاي الجملة لازم ورا told يجي ورانا شنو؟ مفعول به. طبعا المفعول به قد يكون اسم أو قد يكون شنو؟ أو قد يكون ضمير مفعول به من ضمائر المفعول به اللي أخذناها سابقا، اللي هن المي والأز مو والهم إلى آخره، تذكرون. أو أن أحيانا نستخدم كلمة ask إذا كانت الجملة بين علامات الاقتباس جملة السؤال. هذا الموضوع مال ask تم خصص له أني شرح ثاني، يعني هسه راح نمر عليه، بس احنا نركز أنه إذا كان خارج علامات الاقتباس عندنا اسم واحد نستخدم said، عندنا اسمين نستخدم told. أوكي، يعني الاسم الثاني لازم يجي ورا told باعتبار الاسم الثاني هو شنو؟ هو مفعول به. أي لاحظ إذا كانت الجملة داخل علامات الاقتباس جملة اعتيادية نستخدم said أو told، أما إذا كانت الجملة داخل علامات الاقتباس هي جملة سؤال إذا نستخدم ask. هاي كنت حبوها الملاحظة. ثلاثة، نحذف الفارز الاعتيادية إن وجدت، يعني هذين الجمل بهن فارز اعتيادية. أوكي، فالفارز الاعتيادية تحذف، ومثل هاي الجملة ثلاثة ما بها فارز اعتيادية هذه، فإن وجدت الفارز الاعتيادية تحذف. نرجع نحذف الفارز الاعتيادية إن وجدت الموجودة خارج علامات الاقتباس وكذلك علامات الاقتباس، يعني علامات الاقتباس والفارز ينحذفن. نضع بعد السد أوكي أو التولد أو الأسك هن ذني أوكي كلمة ذات، قلت لكم كلمة ذات ضرورية، وأحيانا تحذف بدون تغيير المعنى خاصة أثناء الكلام. إحنا شو نقول؟ إحنا نقول بما أنه إحنا جاي نكتب قواعد، فأنا أفضل إنه ورا ما تذكر سد اوكي او ورا ما تذكر كلمه تولد وراها مفعول به لازم تثبت كلمه ذات، يعني الافضل لك انه تثبت كلمه ذات. نرجع زمن الجمله بين علامات الاقتباس خطوه الى الوراء، يعني شنو نرجع الزمن خطوه الى الوراء؟ يعني المضارع نحوله ماضي. اوكي الماضي نحوله ماضي تام. هذا انا اسوي لكم جدول هذا تحفظوه. مودلز معناها الافعال المساعده، كلمه مودلز الافعال المساعده. اذا كان عندي ول او شل او كان او هاف شوف ايش راح يصير. من ول صارت وود، الشل صارت شود، الكان صارت كود، المي صارت ماي، الهاف او هاز تو صارت هاد تو. اوكي فهذني اذا شفتون هاي شنو؟ هاي بين علامات الاقتباس، هاي اللي مؤشر علينا السؤال. هذني هنا شنو؟ لا هذني خار، يعني من نحولها الى كلام غير مباشر ريبورتد سبيتش. فالول يصير وود والكان يصير كود وهكذا، هذا نشوفون قدامكم. اما اذا كان لا اساسا بالجمله عندي وود او شود او كود مو او مايت او هاتو ذني نفسيتهن تنزلوهن ما يتغيرن. واضح اعزائي؟ ذني اذا شفتوهن اوكي نفسيتهن نزلوهن بدون تغيير. اما اذا كان زمن الجمله بالمضارع البسيط، احنا مر علينا المضارع البسيط، يا يعني اما الفعل يكون بي اس او فعل مجرد،
فالمضارع البسيط نحوله الى ماضي بسيط. اوكي، اما طبعا الماضي البسيط احنا نتذكره انه الفعل يا اما ينتهي بالحرفين ايدي او فعل غير قياسي. اذا كانت الجمله في زمن مضارع التام present continuous، يعني is او am او are زائد فعل بصيغه الاي ان جي مضارع مستمر. اوكي، شو نحوله؟ نحوله الى ماضي مستمر. الماضي المستمر اعزائي اللي هو يتكون من was و were زائد الفعل بصيغه الاي ان جي. زين، اذا كانت الجمله هي اساسا بالماضي البسيط او زمن المضارع التام، مضارع التام اذا تتذكروه اللي هو يتكون من have او has وفعل في حالة التصريف الثالث. اوكي، فاذا شفت ماضي بسيط او جملة في زمن المضارع التام لازم احولهن الى زمن الماضي التام. شنو الماضي التام؟ يتكون من had وفعل بالتصريف الثالث، لان كل مرات علينا سابقا هاي الازمنة. فتحفظوا لي هذا جدول التغيير، جدول تغيير الازمنة هذا. اوكي، هذا من كلام مباشر يعني بين علامات الاقتباس، وهذا كلام غير مباشر اللي هو بعد التحويل الى كلام غير مباشر. نجي الى نقطة رقم 6، نغير الضمائر عند تحويل الكلام. طبعا احنا ايش قلنا؟ قلنا اكو تحويل بالازمنة وعندنا تحويل بالضمائر. شوف تحويل الضمائر، اذا كان داخل علامات الاقتباس لقينا اي او وي، الاي نحولها الى هي او شي حسب الاسم الموجود خارج علامات الاقتباس. يعني اذا كان الاسم الموجود خارج علامات الاقتباس اسم مذكر فنحول الاي الى هي، أينما إذا كان الاسم الذي يكون خارج علامات الاقتباس اسم مؤنث فنحولها إلى she. أوكي، أما إذا لقينا ضمير we نحولها إلى they. يعني خلينا نرجع للجمل اللي خدناها بالبداية. لاحظ هنا سيرة، سارة مؤنث مو، قالت I، الآي حولناها إلى she. بينما هنا حسن مو مذكر، الآي حولناها، حولناها إلى he. ليش؟ لأنه مذكر. إذا حولنا ضمير الشخص الأول إلى ضمير الشخص الثالث مثل ما جاي تشوفون هاي الأمثلة اللي أمامكم. نرجع للجدول مالتنا أعزائي. إذا لاحظ ضمائر الشخص الأول الآي تتحول إلى هي أو شي. أوكي، بينما الوي تتحول إلى ذي. المي اللي هو ضمير مفعول به إذا لقيناه داخل علامات الاقتباس نحوله إلى هم أو هير حسب الاسم الأول اللي خارج علامات الاقتباس سواء كان مذكر أو مؤنث. بينما الأز تتحول إلى ذم، هاي لازم تحفظوها. بينما لاحظ إذا كان عندي الجملة اللي داخل علامات الاقتباس اللي هو الضمير يو، اليو نحوله إلى آي أو وي، يعني حسب المخاطب. إذا كان المخاطب مفرد أحوله إلى آي، أما إذا كان المخاطب جمع أحوله إلى وي. تقول لي استاذ ما اعرفن، مشيهن على اي، اذا ما ميزتن مشيهن على اي. لاحظ الضمير يو اذا كان مفرد احوله الى مي، اما اذا كان الضمير يو جمع احوله الى از. تقول لي استاذ ما اعرف اميز المفرد من الجمع، ماكو مشكله بقيها على مي على المفرد. واضح اعزائي؟ فاذا ضمائر الشخص الاول تحول الى الشخص الثالث، ضمائر الشخص الثاني تحول الى الشخص الاول، اما ضمائر الشخص الثالث تبقى نفسيتها شخص ثالث ما يتغيرن. هاي شنو؟ هذا بالنسبه هذا الجدول، هذا اذا كان تحويل الضمائر من بالكلام المباشر يعني داخل علامات الاقتباس الى كلام غير مباشر، هذا تركزوا له عليه. فاذا عندنا هسه اهم شيء تركزوا له على شنو؟ ثلاث شغلات، تستخدم said او told. اوكي بابا، وكذلك انه حسب الزمن تغيير الزمن مثل هذا الجدول اللي امامكم مال تغيير الازمنه وتغيير الضمائر. ذن ثلاث شغلات نركز عليهم عند التحويل من كلام مباشر الى كلام غير مباشر. اعزائي ننتقل هسه الى السؤال غير المباشر او السؤال المنقول. هذا قلت لكم اني اللي نستخدم به كلمه ask، قلت لكم راح اشرحها على جهه. لاحظ اعزائي، فاضل تو مايك، وير از ذا بوست اوفيس. لاحظ هنا هاي الجمله داخل علامات الاقتباس هي شنو؟ هي جمله سؤال. شوف التغييرات، فاضل asked Mike، احنا هنا ما دام السؤال خلينا من عندنا كلمة asked. اوكي، فهو اوكي ليش؟ لان شفنا داخل علامات الاقتباس عندنا السؤال، فاذا شفت السؤال داخل علامات الاقتباس نحول الى asked. اوكي، Mike نفسيتها. لاحظ هنا ال W مال ال where صارت small letter. شنو السبب؟ هنا بداية الجملة، هنا صارت في داخل الجملة، هاي لازم تنتبهوا لها. اوكي، بعد
is the post office. شفتوها صارت the post office was. صار هنا اقلبناهن، قدمنا هذه، مو هذا الفاعل، قدمناه على الفعل مساعد او الفعل كينونه، حولنا فعل كينونه، رجعنا بالزمن مالته الى الماضي. يعني انا قلت لكم بالجدول قبل شوي جدول تحويل الازمنه انه المضارع تحول الى ماضي. اذا كم خطوه صارت عندنا؟ لاحظوا وياي. اولا جبنا كلمه asked، اوكي، حولنا الحرف الاول الى capital letter. ثلاثه اقلبنا الفاعل والفعل المساعد وخلينا الفعل المساعد في زمن الماضي. ثلاث خطوات لازم. ها الخطوه الرابعه نسيتها، انه علامه الاستفهام تصير نقطه. شنو السبب؟ السبب لان هاي جمله اعتياديه، هاي جمله السؤال. هنا لازم اكو قضيه تنتبهوا لها، انه اداه السؤال هذه حولت وظيفتها من اداه سؤال الى اداه ربط. اذا تتذكرون بدايه السنه نعطيتكم اقسام الكلام، وصلنا الى ادوات الربط، قلت لكم اكو بعض ادوات ادوات السؤال الكويستشن وورد تتحول هي نفسها، نقدر نستخدمها كادوات سؤال ونقدر نستخدمها كادوات ربط. فاذا في هاي الجمله اللي تشوفوها امامكم الوير هنا هي اداه سؤال، هنا الوير صارت اداه ربط. لهذا السبب اعزائي اقلبنا الفاعل والفعل المساعد او فعل كينونه. وضحت الفكره هسه؟ فاربع خطوات تركز عليهم زين. جبنا سيد من عندنا، حولنا الحرف الاول سمول لتر، اقلبنا حولنا الفعل، اوكي، رجعناه خطوه الى الوراء. لاحظ هاشم، اوكي، وات جيمز دو يو بلاي ان ذا ويكند. لاحظ هاشم ما دام عندي سؤال اذا اخلي كلمه اسك. هسه اقول استاذ شو اجيب ورا كلمه اسك؟ اوكي، اذا ما عندك اي اسم ورا او خارج علامات الاقتباس خليها مي. اوكي، انا اقول لكم اذا ما لقيت اي اسم ثاني خارج علامات الاقتباس خلي كلمه مي. لاحظ الوات صارت الدبليو سمول لتر. جيمز، اوكي، هاي ورا اداه صارت تنزل. لاحظ هنا دو يو بلاي، سوينا؟ قلبنا يو دو. احنا ايش قلنا؟ قلنا الضمائر للشخص الثاني شو يصير؟ يصير الشخص الاول. رجع على جدول ضمائر وشوف، خلينا نرجع على جدول ضمائر. اوكي، الشخص الثاني يو، شو تصير؟ تصير اي. لاحظتوا هذه؟ نرجع لجملتنا. اوكي، هنا الدو من علاماتها زمن المضارع البسيط. فالدو شو نسوي لها؟ نحذفها ونرجع الفعل الى الزمن الماضي. واغير علامه الاستفهام الى نقطه، راح اعيد هاي الجمله. ولا تبالغ، تجيك مثل هاي الجمله بالامتحان، قال لك حولها الى ريبورتد سبيتش او ريبورتد كويستشن. نفس الشيء، نشوف كلمه ريبورتد يعني كلام غير مباشر. اعزائي لاحظ اول شيء سوينا جبنا كلمه اسك، ما دام ما عندي فعل ثاني انا اقول لك من يمي جيب كلمه مي، خليها هاي حرفين بس. حولنا الحرف الاول لسمول لتر، اوكي، لان صار في داخل الجمله. هنا سوينا نقدم بالجمله الاصليه مالتنا جمله السؤال، شو نسوي؟ نقدم الفاعل على الفعل المساعد، نقلبها. شفتون هذني الضمير الشخص الثاني قلنا يتحول الى الشخص الاول حسب الجدول اللي شفناه قبل شويه. الدو، اوكي، الدو بلاي هاي مضارع بسيط، المضارع البسيط شو يصير؟ يصير ماضي بسيط وعلامه الاستفهام تصير نقطه. خلينا نجي للمثال الثالث. Our teacher told us. Our teacher told us. Did you write your homework? لاحظ. Our teacher told او to us صارت ask us. ليش؟ لان عندي هنا سؤال، اوكي، عندي هنا في داخل علامات الاقتباس هو السؤال. اوكي، هنا جبت من عندي كلمة if. اذا واحد يقول لي استاذ منين جبناها الاف؟ ويلاد بابا، اي سؤال ما يبدا باداة سؤال مثل هذا فنجيب من عندنا كلمة if او whether. الوذر اشوفها صعبة عليكم، اللي يقدر يحفظها ويكتبها خير وبركة، ماكو، استخدم كلمة if. والاف هنا هي حرفين يحفظون بسهولة. واضح اعزائي؟ فالسؤال اللي يبدا باداة سؤال نفسية ننزلها. اوكي، ونخلي الحرف الاول اسمه. السؤال مثل هذا اللي ما يبدي باداه سؤال اجيبه الان من عندي كلمه اف. اوكي، فهنا اليو، اوكي، ها شو نسوي؟ نقدم الفاعل على الفعل المساعد. واضح لحد الان؟ اليو الشخص الثاني صارت وي او اي، حتى اذا كتبت اي، لان هنا ليش استخدمت وي؟ لان عندي از، نحن مجموعه يعني، لذلك استخدمت وي. هنا ديد رايت. الديد طبعا هي من علامات يا زمن الماضي البسيط، فالماضي البسيط حسب جدول الازمنه شو يصير؟ لازم يصير ماضي تام، هاد ريتن. واضح؟ علامه الاستفهام حولناها الى نقطه. ركز زين، تحويل الضمائر
وتحويل الأزمنة. أوكي، يتقدم الفاعل على الفعل المساعد. هذه خلينا نشوف هذا الحكي، هاي الخطوات أنا وضحت لكم إياها. أولاً نضع الاسم الموجود خارج علامات الاقتباس، وبعده كلمة asked. أوكي، وبعده المفعول به سواء كان اسم أو ضمير. يعني من نستخدم كلمة asked بابا لازم وراها مفعول به، أوكي، اللي هو موجود خارج علامات الاقتباس. نحذف الفارزة الاعتيادية إذا كانت عندنا فارزة اعتيادية، ونحذف علامات الاقتباس، ونحذف علامة السؤال. طبعا علامة السؤال أقول لكم، قلت لكم قبل شوي تتحول إلى نقطة. ثلاثة، نضع أداة السؤال نفسها الموجودة داخل علامات الاقتباس، أوكي، ولكن الحرف الأول شو نسوي؟ نسوي صغير، ونستخدم أو نستخدم if أو whether في حالة عدم وجود أداة السؤال. يعني ويلات إذا كان عندي أداة السؤال داخل علامات الاقتباس هي نفسيتها ننزلها، إذا ما كان عندي أداة سؤال أستخدم كلمة if أو whether، يا هي الأسهل عليكم أستخدمها. أوكي، لا نقدم الفاعل على الفعل المساعد قبل لا أنزلهم، قبل لا أنزلهم بالحالهم وهن موجودات بالسؤال، أسوي لهم شنو؟ أسوي لهم replacement، يعني استبدال، أو يعني change، أغير البوزيشن مالتهم، أغير مكانهم، أقدم الفاعل على الفعل المساعد، يعني معناها نغير السؤال إلى جملة اعتيادية. نعود بالزمن خطوة إلى الوراء كما في جدول أزمنة، هذا جدول أزمنة قلت لكم حفظوه. يعني مثلا إذا كان عنده وول تصير وود، إذا كان عنده وود تبقى وود نسيتها، مضارع بسيط يصير ماضي بسيط، وهكذا. لأني لازم تحفظوا هذا الجدول. بعد نعود بالزمن خطوة إلى الوراء، الأفعال المساعدة، هاي تقولها كل الزين مهمة. الأفعال المساعدة الدو والداز والديد تحذف عند تحويل السؤال من مباشر إلى غير مباشر، مع ملاحظة التغييرات التالية. لاحظ عزيزي، الفعلين المساعدين دو أو داز إذا لقيتهم داخل علامات الاقتباس أحذفهم وحول الفعل إلى الماضي البسيط، مثل ما هاي الجملة اللي حليناها قبل شوية. أوكي، إذا كان الفعل مساعد ديد يحذف الديد ونحول الفعل إلى زمن الماضي التام. ليش؟ لأن الديد من علامة الماضي البسيط، والقاعدة شو تقول؟ تقول الماضي البسيط نحوله إلى ماضي تام. فتحفظون ذني الدو والدز والديت انه ينحذفن، اذا شفت الدو والدز الفعل الرئيسي احول الماضي البسيط، اذا شفت الديت لا احول الفعل الى زمن الماضي التام اللي هو هاد، وفعل بالتصريف الثالث. نحول الضمائر كما في جدول الضمائر اللي مر علينا قبل شويه، ونحذف علامه الاستفهام ونستبدلها بنقطه. هذا اريدكم الموضوع تراجعوه اكثر من مره، تقلون الامثله، تقلون الجداول مالته. اوكي، واي سؤال عندكم بخصوص هذا الموضوع ان شاء الله تقدرون تراسلوني على المجموعه او الخاص، او ان شاء الله يعني اجاوبكم على هذا، او حتى على الموقع مع اليوتيوب وشوف ما قريت الاسئله ان شاء الله اجاوبها. هذه لازم تحفظوها لان كلش مهمات، وهذا من المواضيع المهمه اللي تحتاجون ان شاء الله بالسنوات القادمه. نجي الى موضوع اخر مهم في هذا الدرس، اوكي، اللي هو شنو؟ قطعه الكتاب. قطعه الكتاب اللي هي راويتكم اياها قبل شويه، اللي هي جود نايت سليب، نوم ليلة هانا. عندنا هذه، عندنا هاي الجمل، هذه الجمل يجب أن تنقل، وطبعا مع الترجمة. هاي الجمل يجب أن تحفظ قدر الإمكان، يعني ممكن أنه تجي على شكل فراغات، أوكي، أو اختيارات، أو صح أو خطأ إلى آخره. فهذه الجمل، أو أكو عندنا طبعا تمرين بالأكتيفيتي بوك عن هذا الموضوع. عندنا هنا 10 جمل، شوفون أمامكم هاي الـ10. هاي الجمل يجب أن تنقل إلى الدفتر، اوكي، وتحفظون الكلمات المفتاحيه بها، الكلمات المهمه. يعني عندنا الكلمات المفتاحيه اللي هنا ممكن يجي الفراغات او يجي اختيارات او يجي صح وخطا. اعزائي، ننتقل مباشره الى التمارين الاكتيفيتي بوك. في عندنا اول تمرين في صفحه 93 39، خلينا نطلع صفحه 93. هاي صفحه 93، اوكي، هاي قدامكم. رايت شورت انسرز، يعني اجوبه تو ذيز كويستشنز، يعني يقول مو تكتب لي الجواب كله، اوكي، اكتب short answers to these questions about the article on page 63. هاي الارتكل اللي يقصد عليها المقالة، هاي الارتكل، اوكي. فشي يقول هنا ابو الكتاب؟ يقول اكتب اجوبة قصيرة. خلينا نشوف هذي الحل، هذا الحل هنا. هنا السؤال how much sleep، طبعا هذا السؤال يحفظ، طبعا مو الا تحفظ اصلا، اوكي، نحفظ sleep و teenagers، اوكي، sleep teenagers الجواب 8 hours. How much? 8 hours، يعني كم ساعة يحتاج المراهقون للنوم؟ الجواب 8 ساعات. اوكي، question number 2 اعزائي، what can happen؟ ما الذي يحدث؟ نركز على كلمة happen، ونركز
اوكي دونت جيت انف سليب، يعني شنو اللي يصير اذا المراهقين اوكي او اذا كان الشخص ما يحصل على ساعات كافيه من النوم، شو يصير به؟ الجواب جيت هيرت، خذ لي هذه جيت هيرت اند جيت باد ماركس اور، طبعا يعني تحفظ لي جيت هيرت اور جيت باد ماركس، هاي تركزوا لي عليها بالجواب. نمبر 3 during what stage، during نحفظها، نحفظ كلمة stage of sleep هذا مثل الكلمات اوكي، ونحفظ كلمة dream اذا شفنا الجواب the last او fifth، لو كلمة last تكتبها لو كلمة fifth اوكي، مو تكتب الاثنين واحدة منهم كافي صحيحة. او اذا جت اختيارات مثلا مثلا مكان كلمة fifth اكتب لك مثلا كلمة fourth مثلا الرابعة مو فاقول لك هذا مثلا صح او خطا، فانت اكيد تكتبها خطا، ليش؟ لان الفورث مو صحيح هي كلمه فعل. السؤال الرابع ما قبل الاخير، what should you do before going to sleep؟ before نحفظ هاي before going to sleep ركز عليها، نحفظ كلمه اكسرسايز ونحفظ watch adventure movies، الجواب هذا نحفظه كله exercise or watch adventure movie يعني فيلم مغامرات. what how many teenagers find relaxing؟ نحفظ هنا find relaxing يعني شيء مريح اوكي، نحفظ الجواب كله drinking a glass of warm milk يعني دائما المراهقين او غالبيه المراهقين يشعرون بالارتياح او الاسترخاء اذا شنو اذا شربوا قدح من الحليب الدافئ. اوكي هذه الاسئله والاجوبه لها علاقه بالقطعه مال النص، وقسم منهن انا جايب لكم اياها على شكل نقاط، ولكن هنا بالكتاب مطين على شكل اسئله. نجي الى اكسرسايز بي، هذا اكسرسايز بي اعزائي في نفس الصفحة، عفوا جست منت خلي تحمل الصورة، نعم اكسرسايز سي وليس بي، اكسرسايز سي في الصفحة الأخرى. شو يقول اكسرسايز سي؟ يقول ريبورت ذا ستيتمنت، شوف كلمة ريبورت ركز لي عليها، يعني حول إلى كلام غير مباشر، شوف هذا هنا اوكي، هنا هو مطيناها بالكتاب وي اسك دكتور أنصاري، واحنا نكمل هنا ليش خلينا اف؟ لان عندي السؤال ما يبدا باداه السؤال، فاي سؤال ما يبدا باداه السؤال اجيب من عندي كلمه اف او لا. اوكي سليب، اوكي سليب هنا سليب از كنا شو نسوي؟ نقدم الفاعل على الفعل، سليب تنزل والاز صارت ووز اوكي، واكمل بقيه الجمله وبالنقطه شحولها لعلامه استفهام، هاي الخطوات السته او السبعه اللي وضحناها عند تحويل السؤال. اعزائي نمبر 2 I am worried about مثلا مثلا هنا كتبنا دكتور انصاري مو said مو باعتبار ما عندي اني مفعول به لا، شوف الاي الساره صارت هي باعتبار دكتور انصاري مذكر، الام صارت was باعتبارها مفرد الهي مو many of the teenagers، هنا لاحظ الاي صارت هي ليش؟ اللي هو نفس الاي هنا مذكر صارت هي، سي بالمضارع صارت so الماي صارت his وهكذا اوكي، فهذه نحفظها. نمبر 3 many of the teenagers I see get bad marks because they are often tired، هذه نفس الشيء، لاحظ اهم شيء انه تغيير شنو؟ تغيير الازمنه وتغيير الضمائر، شوف مستر انصار told us that من ذاك راح يتباع many of the teenagers، الاي صارت هي، السي صارت so الاي صارت هي والسي صارت سو، الجيت مضارع صارت جوت ماضي بيكوز اوكي ما بي شيء اوكي هاي بيكوز اوكي، الذي شخص الثالث تنزل نسيتها، ار صارت وير اوكي، هاي لازم تحفظ جدول الضمائر وجدول تحويل الازمنه. نجي اعزائي صارت شوي المحاضره طويله عليكم، اكسرسايز دي اوكي هاي خلينا نشوف نزلناها اكسرسايز دي صفحه 94، خلينا نطلع اكسرسايز دي حتى تشوفوا هذا اكسرسايز دي، يقول change these reported statements into direct speech، هنا بالعكس من كلام غير مباشر الى كلام مباشر. اعزائي طبعا هذا للاطلاع، اطلع عليه شوف الخطوات، طبعا الخطوات معكوسه ولكن اطمئنوا بالنسبه بالامتحان ما راح اجيب لكم انه احول من غير مباشر الى مباشر، ما تجي بالامتحان، ولكن ابو الكتاب اولاد الطلاب يطلعون انه كيف تنعكس الخطوات، يعني من كلام غير مباشر الى كلام مباشر. سوينا لاحظ خلينا علامات اقتباس، حذفنا سد، حذفنا هذه اوكي، ماني الشخص الثالث، الشخص الثالث الماضي رجعناه مضارع وهكذا اوكي، هاي نفس الخطوات يعني العمليه معكوسه، فاحنا يعني انا يعني قال لكم سابقا واعيد واكرر
ما راح اجيبكم بالامتحان انه تحول من كلام غير مباشر الى مباشر، لا، فقط من كلام مباشر الى كلام غير مباشر. نجي للتمرين الاخير اللي عندنا، هذا تمرين صفحة 94، تمرين اي. هذا تمرين اي، شو يريد من عندنا بابا؟ يريد من عندنا مطلبين. اولا نختار واحد من ذني، عندنا فراغين، كل جملة فراغين مثل ما تشوفون، كل كل يعني الفراغ الاول نختار به واحد من ذني، اوكي، والفراغ الثاني هذا الفعل بين اقواس نحوله للزمن الصحيح. خلينا نشوف الحل هنا. اول فراغ الاول هنا بالنسبه للجمله استخدمنا سيد، وهنا استخدمنا didn't watch لانه ماضي بسيط، بينما هنا told ليش؟ لان عندي مفعول به وراه، وهنا هم was not hungry. هنا عندنا asked ليش؟ ask لان اصل الجمله سؤال، وهنا عندنا هم كذلك مفعول به، وعندنا اف، اف هي دليل على انه شنو؟ عندي سؤال بدون اداه سؤال وحول فعل الماضي. هنا عندي told ليش؟ عندي مفعول به، اذا ما عندي مفعول به مثل الجمله الاولى اخلي said، واذا كان عندي مفعول به اخلي told. اوكي؟ وهنا عندي if we didn't have. اوكي؟ هنا told. اوكي؟ add عندي كلمه was ليش؟ لان الجمله بالماضي البسيط. اعزائي هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، هاي يعني اتمنى انه هذا الموضوع تراجعوا اكثر من مره، تاخذوا بالدفتر كالموضوع القواعدي يعني اللي هو reported speech، وكذلك الاسئله مالت القطعه اللي تشوفوها امامكم. وان شاء الله يعني اي سؤال عندكم او استفسار احنا شوفت ما تسالوني شوفت ما قرات الاسئله مالتكم ان شاء الله اجاوبها. هذا كل ما عندنا لهذا اليوم، كان معكم الاستاذ حيدر المرعبي، دمتم في امان الله.